calculate the recommend HLP. Here the following oil and the water emulsion. إذا محدد لي شنو emulsion. Emulsion لازم شنو عندي؟ أعلى من العشرة مثل ما شرحنا بالمسطرة. من يريد emulsion أو حسب ما هو شنو اللي أنواع مالته لازم يحددني شنو القيمة مالته، قيمته من إلى وين تتراوح. في الحالة أنا عندي الإميليوجين أعلى من العشرة فلازم قيمته تطلع لي أكثر من عشرة، وفي حالة إذا ما طلعت لي أكثر من العشرة شنو اللي راح أسوي؟ مثلا هنا أنا عندي ماخذ لي البيس ويكس والنينولين والبارافين والستل الكحول. عندنا الواكس ماخذ 15 جرام، وعندنا اللاين 10 جرام، وعندنا البرافين 20 جرام، وعندنا الكحول 5 جرام. شلون اجي اطلع قيمه؟ منطيني ريكومند لكل وحده، هذني الاربع مواد اللي داخله بالامنيوجين مال المحلول. منطيني ريكومند الاتش ار بي كل وحده، الاويل ان ام ووتر. هذا شنو اللي يحددني؟ حدد لي اويل ووتر اميليوجين ايش قد قيمته. مفروض انه تطلع لي اكثر من العشرة. في حالة انه ما طلعت لي اكثر من عشرة راح اشوف شو اسوي لي توينز. هسه عندي هنا اول شيء اخذ الوكس اللي هو ايش قد كان عندي 15 غرام. المجموع الكلي مالتهم اربعتهم 15 زائد 10 زائد 20 زائد 5 ايش قد يطلع لي؟ يطلع لي 50. اذا شو اسوي؟ اطلع الجزء على الكل وياي طلاب، اضربه بمن؟ اضربه بريكومنت الاتش ال بي الكل وحده، لان انا معطيني اياها بالجدول. فانا ايش اخذ؟ 15 هي الجرام مالته مال المنو الوكس على الكل مالتهم اللي دخلوا داخل المكون مضروب في الريكومند الاتش ال بي. طبعا احنا نعرف كل ماده لها اتش ال بي خاصه بها، واطلع القيمه مالتهم. هم اربع مواد نفس الطريقه كلهم الجزء على الكل بالريكومند الاتش ال بي، اطلع القيم مالتهم بعدين اجمعهم. هنا ايش طلع لي؟ طلع لي 10 و6. اذا هو اميليوجين واويل ان ووتر. في حاله اذا طلع اقل من العشره شنو اللي راح اسوي؟ هذا الحد هنا هو صحيح، لانه هو شنو طلع لي؟ اكثر من العشره من ضمن القيم اللي اعطيتها بالمسطره. في حاله اذا طلع لي اقل شو راح اتبع؟ اتبع طريقه التوين 80 البرسنتج. شنو القانون مالتها؟ شو يقول؟ يقول الريكومند اتش ال بي اللي هو القيمه اللي طلعتها في حاله اذا كانت اقل من 10، في حاله اذا كانت هي اقل من 10. بس هذا حتى اوضح لكم اياه شلون اتبع. على الاتش ال بي لو والاتش ال بي هايت ناقصا الاتش ال بي لو، يعني اعلى وحده واقل وحده. اللي هي اعلى وحده قد كانت 15 صح؟ لو مو صح اللي هو وكس. واقل شيء شنو كان؟ كان عندي الخمسه. اطبقها بالقانون. طبعا قلنا اللي هو هذا، عفوا ما سويت لكم الشريحه. هذا التوينز. التوينز شلون اطلع قيمته؟ قانون ثابت هو الريكومند اتش ال بي اللي طلعت القيمه مالتها من القيم اللي عندي ناقص ال HLP لو اللي هي أقل قيمة ايش قد كانت عندي اللي هي 5، وأعلى قيمة اللي هي ال 15 اعتمادا على المادة اللي عندي موجودة. أطبق القيمة. أطبق أنا طلع لي 10 و6 هذا كتطبيق، بس أنا هو أصلا مقبولة ال 10.6 هي أعلى من ال 10 إذا هو أمنيوجين. ناقصا 4 و3 القيمة اللي طلعتها من كان 5 اللي هو أقل قيمة ايش قد طلعت لي مالتهم، وعندي من قيمة الأعلى شيء اللي هي 15
طلع لي قيمتها وشنو الإضافة، راح تصير الناتج مالتها 0.59%. زين، أرجع على الشريحة الأولى اللي هي شنو عندي المجموع مالتها الكلي. الريسيف ايتف اللي عندي ايش قد عندي هو مستخدم هنا 20، عندي ايش قد مستخدم 2 جرام من الاميليوجين 2 جرام، حتى اطلع ال 0.9% نسبه ال 0.9% اضربها بمن؟ اضربها بال 20 حتى اطلع ايش قد القيمه، عفوا بال 2 جرام ايش قد قيمه ممكن اقدر اضيفها للمادة الأساسية مالتي حتى أصل للأميليوجين. ويا يا طلاب يعني إيش كم غرام أنا بالسؤال عندي منطين 2 غرام وطلعت التوين، التوين هي النسبة، فأشوف إيش قد نسبتها من الاثنين غرام، إيش قد طلعت لي؟ طلعت لي 1.18، هاي النسبة أضيفها حتى تعطيني اللي أريده. ويا يا طلاب هذا المثال جدا مهم جدا مهم. باكر ان شاء الله عندنا الفصل الاخير، فصل كلش بسيط على جزيئات الميكرويه نحكي عنها، بس هذا يعني مهم، وهذا المثال بالذات ايضا مهم. يعني هو طبعا قوانين كلش مهمه، بس هذا انا شغلي كصيدلاني انا لازم اعرف ال HLB، لازم اعرف ال HLV وشلون اطلع قيمتها وشلون اذا كانت اقل من القيمه اللي محدده لي من المسطره. هذه المسطره كلش مهمه لي وسويتها اصلا على شكل جدول ايضا تحفظ لي من وين الى وين هو ينطيني هاي القيمه. ويا يا طلاب وان شاء الله قدرنا نوصل لكم المعلومه وتعرفون شلون تقرون وشلون تفهمون. هذا المثال جدا مهم، راح ادزلكم اياه لانه ما دزلتلكم اياه اصلا، راح ادزل ان شاء الله هسه وراح ادزلكم الفورم مال الحضور. اكو سؤال اللي عنده سؤال يسال الطلاب. يا رب بالتوفيق ان شاء الله، واتمنى لكم النجاح من الدور الاول وتتخرجون وتصيرون دكاترتنا ان شاء الله. بالتوفيق.